السلام عليكم. الموضوع ديالنا اليوم هو الدرسة. درسة؟ اسمها الدرسة؟ ما ضركم ديال الدرسة؟ لا خويا لا ما ضرنيش الدرسة ما ضرنيش الدرسة. هو في الصراحة بزاف ديال الناس فينا اللي كتضر من الدرسة، ولكن كنستسلموا للذة ديال الشقاق الحالي. وان مان بيان سير امبوسيبل تذوق شي واحد. ايه اهوا شويه شكرا. شنو هو انت ما جيتي تتعلم غا ارى هاد بالعربي غا ارى شويه شكرا؟ السير قال لك ارى شويه شكرا، ما لقى يعلمك غا بالعربيه هاد ارى شويه شكرا. اخي بحاجه ملي كتكون ضارك في الدرسه وكتاكل وكتنسى وكتعرض شي حاجه. اوف شحال خايب. هو شي حاجه عاديه، ولكن اللي ما عاديش هو ملي كيبغي صاحبك يتلقى عليك. اي ترى نقنزو. اش كاين عشيري؟ وفين هاني؟ هانيه بخير. اش كتكتب؟ كتشوف اش فيك؟ كتكتب واحد الدرس. مزيان. اش كتدرب الدرسه؟ اش كيبان لك؟ دارني ودني دارني الدرس اصاحبي. ادي ما قلتلكش اصاحبي الدرس ملي كانت كدرني انا ضربتني الوي. اجي قلتي لي شتي درا شنو كيضرني؟ بلاتي انا غنوريك دابا اش كيضرني. انا مكنتش خاصك بغيتي تعرف شنو ضرني. ما كاينش شي واحد من هاد الدرسة قدك انت. هو في الصراحة جدة ديال الشكلاط كنستسلمو ليها، ولكن العواقب ديالها كثيرة بزاف. أكثر من با جدي دبر عليا بشي 100 درهم بحال الدرسة. 100 درهم؟ هو 100 درهم بزاف. يا ودي اش هذا اليوم؟ لقاوك شماتة بغا يضحكو عليك. أنا نحيد هاد بوك بلا ما نمشي وفامور. زيد هنا زيد أجي القايم زيد. با جدي الواحد هو اللي كتب ساخر وهو اللي بغا يحيد الدرسة خاصو يمشي عند العطار. شكون قال العطار؟ شكون؟ شكون؟ شكون قال العطار؟ ها؟ شكون قال العطار؟ سير سير. لا اسمحوا لي خاصني نمشي عند النجار. شكون؟ تفضل. السلام عليكم دكتور. نعم اولي. دراني درس. عاجل انا ندورك عاجل. دي قلم. ومالكم على حالتكم؟ طيحوا الفلوس وتشبعوا الطبيب وتسلقوا الدور. انا نوريكم واحد الحاجه فامور وبلا فلوس. Ha ha ha.
الطريقة كتبان بحال شي ديال الأفلام الهوليودية، ولكن ننصحكم بلا ما تجربوها، متغاديش شي بلا ما تجربوها. المهم تهلاو في راسكم وتهلاو في سنانكم باش ما تجيكمش السوسة، وما تنساوش تابونوا في لاشين ديالنا وديروا لنا الجيم، بارطاجوا مع صحابكم. عجبكم الفيديو ديروا جيم، لا عجبكمش ديروا جيم، وانت ديروا جيم، وانت قلت له عليك دير جيم، واش دير جيم؟